السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم ولكنا أيتها الشابات وأيها الشباب، اليوم نبدأ حلقة جديدة في سلسلة رحلاتي الممتعة التي أتحدث فيها عن سفري أو سفرياتي في العمل الإنساني والعمل الخيري على مستوى العالم لأكثر من 30 عام، في زيارة أكثر من 82 دولة، ولا أدري كم قرية وكم مدينة وكم حي أنا زرته وكم رحلة أنا عملتها أيضا في هذه الفترة، لكني أردت أن أنقل لكم خبراتي وتمتعي بهذا السفر في خلال 30 عام الماضية. وأبدأ هذه الحلقة بشعر الإمام الشافعي رحمة الله عليه، الذي قال فيه وحث الشباب وحث الناس كلها على السفر، فقال رحمة الله عليه: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي، وإن قيل في الأسفار ذل ومحنة وقطع الفيافي واكتساب الشدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسد. ده هكذا وصف الإمام الشافعي رحمة الله عليه الفوائد المكتسبة من السفر. أيضا في كان يعني مقالة في صحيفة البيان بتاريخ 14/1/2015 تتحدث عن 10 فوائد للسفر، منها الاستقلالية، منها أن تكتشف فيك مواهب أخرى وتنطلق هذه المواهب، منها المرونة في التعامل مع الناس، ما تعرفش الناس هتشتغل معهم هم مين، منها التسامح مع الناس، منها الاهتمام بثقافات الشعوب والمجتمعات الأخرى، منها القدرة على التنقل من مكان لمكان آخر وأنت وحدك أو في صحبة آخرين، منها تعلم لغة جديدة، منها زيادة اهتماماتك الشخصية، ليس فقط الاهتمامات المنصبة عليك أنت شخصك أو عائلتك، ولكن منصبة على المجتمعات التي ترى مشاكلها وتتعامل معها، من اكتساب مهارات جديدة لم تكن موجودة أو متاحة لك من قبل، من قدرتك أو قدرتك على مواجهة التحديات والصعاب في أماكن الغربة هذه ومحاولة تخطي هذه الصعاب وتحولها إلى إنجازات إلى آخره. لذلك أنا حينما أتحدث عن 30 سنة أو أكثر أنا سافرت فيها مع العمل الإنساني والعمل الخيري في هذه المدن والقرى، ولا أدري لا أستطيع أن أحصرها الآن، أحث الشباب والشابات ألا يركنوا إلى الدعاء ويركنوا إلى الراحة ويركنوا إلى السكون والسكوت والانطواء في هذا العصر الذي أصبح الغالبية العظمى في حياتنا فيه والظلم والظلامات والضلال والإضلال وتشتيت المجتمعات وتمزيق المجتمعات وتفريق المجتمعات واتهام نحن كأمة أو كعرب أو كمسلمين أو إلى آخره بالتطرف والإرهاب إلى آخره. فلا بد أن نسافر لكي نحقق هذه الفوائد التي تحدث عنها سيدنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه والتي تحدث عنها في هذه المقولة أيضا. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.